أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى 103.16 نقطة، وذلك خلال شهر يوليو من العام الحالي بشكل أولي مقابل 101.76 نقطة خلال شهر يونيو السابق بشكل نهائي، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 1.38%. وبخصوص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، أوضح جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.45 نقطة خلال شهر يوليو مقارنة بنحو 112.44 نقطة خلال شهر يونيو بنسبة ارتفاع قدرها 10.68%. أما في أسواق البترول العالمية فارتفعت أسعار النفط مع ظهور علامات على شح الإمدادات في ظل تراجع المخزونات لدى أكبر مركز تخزين أمريكي نحو مستويات حرجة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 98% لتصل إلى 94.45 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.3% لتصل إلى 90.83 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.81% لتصل إلى 3.36 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 0.4% لتسجل 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت لجنة حكومية كويتية من تخفيض تصنيف الائتماني السيادي للبلاد بسبب بطء وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأضافت الحكومة الكويتية في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو الماضي أنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة خلال العام الأول من الخطة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027. أظهرت بيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، حيث عوض الفائض من خدمات والدخل في الخدمات والدخل الرئيسي نقصا في السلع. وأضافت وزارة التجارة أن عجز الميزان الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد انكمش بنسبة تقدر ب 1.1% إلى 212.1 مليار في الربع الثاني. ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.2% في الربع الأول.